بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف التاسع، أهلا وسهلا بكم، معكم معلمتكم أسماء ناصر. سأقوم اليوم باستكمال درسنا الحروب بعد أن أنهينا الهدف الأول وهو تعريف الحروب وذكرنا أسباب اندلاع الحروب. اليوم سنكمل بإذن الله أقسام الحروب وسنتحدث عن الحرب الباردة ومظاهر هذه الحرب. إذن لنبدأ بالهدف الثالث وهو أقسام الحروب. قسمت الحروب حسب أطرافها وامتدادها الجغرافي إلى ثلاثة أقسام: الحرب الأهلية، الحرب الإقليمية، والحرب العالمية، الحروب العالمية. إذن قسمت الحروب إلى الحروب الأهلية والإقليمية والعالمية أيضا. نتحدث عن كل قسم من هذه الأقسام على حدة ونذكر الأمثلة عليه. القسم الأول من الحروب هو الحروب الأهلية. ماذا نعني بالحروب الأهلية؟ نقصد بالحروب الأهلية الحروب الداخلية التي تقوم بين طرفين محليين أو أكثر في الدولة أو المجتمع بغض النظر عن دوافعها. إذن الحروب الأهلية تعريفها حروب داخلية، أي تقوم داخل حدود الدولة، دولة واحدة. هي حروب تقوم بالدولة من الداخل وليست لها علاقة مع دولة أخرى. أطراف محليين داخل الدولة يقومون بحروب سميت حروب داخلية أو حروب أهلية. من الأمثلة على هذه الحروب: أولاً الحرب الأهلية اللبنانية التي اشتعلت بين عام 1975 إلى عام 1987. هذه صور للحرب الأهلية اللبنانية وما لحقها من دمار للبنانيون. المثال الثاني كان الحرب الأهلية الروسية، بدأت عام 1917 وانتهت عام 1922. الحرب الثالثة الحرب الأهلية الصينية منذ عام 1945 حتى عام 1949. طبعا لن ننسى الحروب الأهلية التي سادت الوطن العربي في الوقت الحاضر في سوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال ولبنان أيضا في الوقت الحاضر. إذن عرفنا الحروب الأهلية وذكرنا أمثلة على هذه الحروب. الحرب الثانية وهي الحروب الإقليمية. تعريف الحروب الإقليمية: ما هي الحروب الإقليمية؟ هي حروب تقوم بين طرفين أو أكثر في منطقة جغرافية محددة النطاق. إذن حرب تقع بين طرفين أو أكثر من طرفين غير محددة الأطراف، ولكن تقع في منطقتين جغرافيتين محددات النطاق، أي خارج حدود الدولة، بين دولة ودولة أخرى. إذن مثلا الحرب العراقية الإيرانية كانت بين طرفين، بين العراق وإيران، فلم تصل هذه الحرب إلى سوريا مثلا، لم تصل إلى الأراضي السورية أو الأراضي الأردنية أو الأراضي اللبنانية، اقتصرت على هاتين الدولتين. لهذا سميت حروب إقليمية بين الإقليم الإيراني والإقليم العراقي. هذه الحرب وقعت عام 1980، وهناك العديد من الأمثلة على الحروب الإقليمية، مثلا الحروب العربية مع الاحتلال الصهيوني عام 1948 وعام 1967، وأيضا العدوان الثلاثي على مصر، معركة الكرامة، العدوان الصهيوني على لبنان. هذه كلها أمثلة على حروب إقليمية. إذن هنا عرفنا الحروب الإقليمية وذكرنا أيضا ثلاثة أمثلة عليها. إذن هي حروب تقوم بين طرفين أو أكثر في منطقة جغرافية محددة. الحروب العالمية تعريفها: الحروب العالمية هي أكبر أنواع الحروب وأيضا أخطرها، لأنها يتعدد فيها المشاركين. إذن هي أكبر أنواع الحروب نظرا لتعدد المشاركين فيها واتساع نطاقها الجغرافي، وغالبا ما طالت عملياتها معظم القارات. إذن هذه حروب واسعة تصل إلى العديد من الدول،
لا تقتصر على أقاليم معينة، تصل العالم بأكمله، معظم القارات تصل إليها الحروب العالمية. مثالين على الحروب العالمية فقط، وقعت الحرب العالمية الأولى منذ عام 1914 حتى 1918، واستمرت مدة 4 سنوات، وانقسم المتحاربون فيها إلى دول الوسط ودول المحور أيضا. وفي الحرب العالمية الثانية التي وقعت منذ عام 1939 حتى عام 1945، واستمرت أيضا 6 سنوات، وكانت بين دول المحور ودول الحلفاء الذين انتصروا على دول المحور. هنا أعزائي الطلبة، نكون قد أنهينا الأشكال الثلاثة للحروب: الحروب الأهلية والحروب الإقليمية والحروب العالمية. عليك عزيزي الطالب تمييز الحروب الثلاثة، التفريق بينهم من حيث التعريف، وذكر أمثلة على الحروب، أنواع الحروب الثلاثة. هذه بعض الصور للحرب العالمية الأولى والثانية وما تبعها من خسائر بشرية وخسائر في المباني، تدمير مباني وخسائر اقتصادية أيضا. لنتطرق الآن إلى مفهوم جديد وهو الحرب الباردة. ما المقصود بالحرب الباردة؟ من مفهومها باردة، أي أنها لم تقم فعلياً بالقتال المباشر، ولم تستخدم الأسلحة المباشرة، ولا يوجد فيها قتلى، إنها حرب باردة، وهي تنافس وصراع وتوتر كان بين دولتين، بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. لماذا كانت الحرب الباردة في الحرب العالمية الثانية؟ الحرب الباردة وقعت بعد أو بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ظهور نظام جديد في العالم، وهو النظام ثنائي القطبية، أي وجود الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة كأكبر دولتين وأقوى دولتين في العالم، كأقوى دولتين في العالم. إذن نظام ثنائي القطبية هو كون الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة أقوى دولتين في العالم، لهذا حدث تنافس وصراع وتوتر بين هاتين الدولتين العملاقتين، وحدث هذا التنافس بعد الحرب العالمية الثانية. تعريف الحرب الباردة: حالة التنافس والصراع والتوتر التي خاضها الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الحرب كان لها مظاهر وأشكال. مظاهر الحرب الباردة كانت عبارة عن تصريحات للقادة والزعماء، قادة الاتحاد السوفيتي وقادة وزعماء الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا في وسائل الإعلام هذه التصريحات كانت، وتبادل الاتهامات فيما بينهما، وأيضا سباق التسلح. بدأت الدولتين بإنتاج أنواع جديدة وتصنيع أنواع جديدة من الأسلحة والصواريخ والدبابات وإلى آخره. وأيضا غزو الفضاء، تسابقت الدولتين بغزو الفضاء وتجنيد الجواسيس أيضا. وانتهت الحرب الباردة في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهنا ظهر نظام جديد في العالم سمي النظام أحادي القطبية، أي كون الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة العظمى في العالم، النظام أحادي القطبية. إذن هنا أعزائي الطلبة تحدثنا عن الحرب الباردة من حيث التعريف والمظاهر. المظاهر تصريحات القادة والزعماء في وسائل الإعلام، تبادل الاتهامات فيما بينهما، سباق التسلح وغزو الفضاء وتجنيد الجواسيس. وانتهت هذه الحرب عام 1991 مع انهيار الاتحاد السوفيتي. هنا أعزائي الطلبة نكون قد أنهينا هدفين من أهداف هذا الدرس، وهي أنواع الحروب من حيث موقعها الجغرافي، وتعرفنا الحرب الباردة وذكرنا أيضا مظاهرها. شكرا لكم أعزائي الطلبة، ودمتم بخير بإذن الله. إلى اللقاء.